غادي نحاولوا نشوفوا الى لقينا شي واحد في الناس اللي غادي يقدروا يتكلموا لينا ويهضروا لينا على هذا المشكل، ونشوفوا شي تصريحات من عند ماشي هما المعلمين، هو داك السيد كذاب فهاد المدينة، وعند الكوميسيون ديالو كيجي عندهم يقول لك داك السيد هاد المدينة أنا معلم على هذا السيد كذاب، كل شي عارف كذاب، ملي مشينا يعني مشينا كذابنا وكلشي، أنا بغيت أنا نقول لهم أنا ما كاينش شي حاجة، أنا كنت معاك، أنا شوف مشينا عند المحكمة في التالية شوف دائما مع وقفة احتجاجية من الوزية وقرب من السوق ديال الوزية سوق الحد، الناس ساكنة ديال واحد المشروع سكني اللي بروموتور خلاهم بلا ماء بلا ضوء وحتى من الوثائق، ونحاولوا اننا نعرفوا هذا الاشكال هذا ونعرفوا شنو هو الحيثيات ديالو. بقوا معنا غادي نشوفوا شي حل غادي يتكلم لينا على هذا إشكالية اللي طايحين فيها هاد الناس، ونزيدو نتعرفو أكثر على الإشكال ديالهم. أنا نعاود لكم مشكل من الأول، جينا بحال كاع الناس أننا نجيو نستقلو في بارك المدير 25 مليون سكن اقتصادي، أننا كل واحد باغي الاستقلالية ديالو في دارو بوحدو، جينا خلصنا هاد السيد عطيناه فلوس كملنا ليه فلوسه، البروجي بادي من 2017 بروجي سميتو شمس اللويزية، ملي كنجيو نشوفو أن التيترات ما كاينينش، التيترات تعطلو ما كاينينش، جينا كنحاولو أننا نقلبو على هاد السيد أشنو كاين أشنو واقع، كنلقاو عليه الحجوزات بزاف في المحافظة، كنلقاو ليديك ما مخلصهاش، باغات ملي مشينا عندها وكتقولنا إنسانيا أننا غادي نستقبلكم، كتقولنا بأن واحد 16 مليون حلنا فيها في المكانات الفرديين ملي مشدت لينا المكانة الكبيرة كتضوي علينا، صافي ملي مشينا عندك تقول لك داك 16 مليون خاصها تخلص ديال لي بارتيسيباسيون، الناس ما قدروش يجمعوها، الناس اللي ما مكملينش فلوس كيقول لك حنا كنتسناو وراقينا باش ناخذوا كريدي من عند البنك، الله يكون في العوان، صافي جينا حنا حبسنا هنا وما عندناش لا ما لا ضو، خمس ايام هذه اليوم ست ايام ما عندنا لا ما لا ضو، وحنا ساكنين وسط المدينة وما عندناش المكانات ما عندناش وراقينا ومكملين فلوسنا، يعني بالمفهوم هكا تنصب علينا، وهو الوعود اللي عطانا ما عطانا ما وفى حتى شي وعد، ما كمل لنا حتى شي حاجة، حنا كملنا ليه الفلوس، ما كيجيش حتى كيهضر مع الناس ما كيجيش ما كيبانش، التليفون ما كيجاوبش عليه، أنا شخصيا كنعيط ليه ما كيجاوبنيش، غير فوق نقول لي أنا من البروجي ديال شمس الوزية كيقطع لي التليفون، يعني راه تنصب عليا في 25 مليون، أنا اللي كنطالب أن المكانة ديال الموضوع ديالي بوحدي، وكل واحد جيه مكانة ديال الموضوع بوحده، وتجينا وراقينا، بغينا لي تيتر ديالنا. بغينا اللي تدري ديالنا بوحدنا، يعني جي احنا كملنا ليه الفلوس خاصنا حقوقنا، يعني ملي وليتي كطالب بالحق ديالك اشنو بقى لك، يعني انت راه ماشي راه ما دايش في هاد البلاد، احنا اللي كنطالبوا ان السلطات الكبيره تدخل لينا تعاوننا، وكنطالبوا من الملك الله ينصره انه يستقل الاخبار ويعاوننا، هادشي اللي كنطالبوا عاش الملك. دابا انتم ساكنين شحال؟ كاينين الناس اللي ساكنين ثلاث سنين هو وعدنا وقال لنا بان جيو سكنوا وخذوا الماء والضو فابور. جاو الناس سكنوا، يعني الناس كانوا كارين يعني حيدوا من الكرا وجاو حيت مخلصين ديورهم. جاو انهم يسكنوا وخذوا الماء والضو، ماشي مشكل احنا نخلصوا الكونسوماسيون احنا اللي كونسوميناها، ولكن الفلوس هو البلوكاج يحيدو هو، ديك 16 مليون يخلصها هو، يخلص الكريديات اللي عليه باش حنايا يتفكوا لنا وراقينا. فين كيتسالوا هاد لاسون؟ لاسون كتسالوا ليديك. ليديك. ديال لي بارتيسيباسيون. مع ليديك شفنا مع ليديك ومشينا عندها وكتقولنا ليديك انا المشكل اللي عندي هو ان تحيد لي داك البلوكاج ديال 16 مليون، مشينا طلعنا حتى لكازا. بغاو يتساعدوا معاكم يعني بغاو يتساعدوا معانا وقالوا لنا واحد الصراحه الاداره فاش كندخلوا عند انفو كنجبدوا لهم سميه البروموتور كيقول لنا هذاك السيد كذاب وما كيسواش حيت هو عندهم معاهم مشاكل هو ما مخلصش شي حاجه اقل واحد اقل فورنيسور عنده حاط حجز ديالو في المحافظه فيه 40 مليون بلا ما نهضروا على الملاير اللي كاينه تما كاينه.
قبل كنتي مفاعله وكنتي كتبيع. اه حيت هادشي راه ما يمكنش، 25 مليون راه ما تجمعهاش بالضحك، راه بالضحك راه 100000 ريال في هاد الوقت هادي، خصوصا هاد الوقت هادي، راه 100000 ريال ما تجمعهاش بالضحك. هادشي اللي كاين، حنا هادشي اللي كنطالبو، بغينا حقنا، عطينا فلوسنا وبغينا حقنا، حنا كنتسناو، ما يمكنش اننا نمشيو الزنقة. درتو شي شكاية قضائية على المسألة؟ درنا شكاية، مشينا للمحكمة، ما كاينش حل. ما عندنا حتى شي ورقة باش أننا غادي نشكيو، ما عندناش حتى الأدريسة ديالو ما عندناش. الأدريس ديالو باش أننا نمشيو ما عندناش باش غتوصلوا هاد الشكاية. كيفاش غتشكي هاد السيد هذا ما كاينش أصلا. كتعيط عليه في التليفون ما كيجاوبكش، إيوا فوق تقول ليه. اسم شركة. إيه عنده اسم شركة. هذاك العنوان ما مسدود ما كاينش، هذاك العنوان اللي كاين في الوراق مسدود، ديك الكونترا دو ريزيرفاسيون. يعني تعرضتوا للنصب. تعرضنا للنصب بحال ما هاك. السيد نصب علينا وكيضحك علينا وكيعطينا غير الكذوب. كيكذب علينا. حنا كنا كنقولوا بان السيد راه عنده، ما كناش عارفين ملي قلبنا وشفنا عاده باش عرفنا شنو كاين. يعني هو راه غارق ديال بصح ما مخلص حتى شي حاجه. كنا عارفين بان التيدرات فيهم واحد المشاكل، عليهم واحد الحجوزات، غيتحيد غيخلص دوك الحجوزات، هادشي اللي كان كيقول غنخلص الحجوزات ديالي وغادي يخرجوا التيدرات. ما شفنا حتى شي حاجه. البروجي راه من 2017، ها حنا دابا في 2022 و23 كطل، وما يمكنش نبقاو حنايا بلا ما بلاطو. حنا بغينا المكانات الفرديه ديالنا. استمر الحال ما هو عليه، شنو غديروا؟ غنبقاو ديما نغوتو ونخرجو تتسقلي الرأي العام، تتوصل الرأي العام.